هنعمل حلقة الليمون بطريقة سهلة جدا وهيبقى شكله تحفة وهيعجب الولاد قوي قوي قوي، في طعم مزازة كده وسهل، ما بيحتاجش ولا فرن ولا بيحتاج اي كركبة. طيب معايا مرحلتين، مرحلة اولى ومرحلة تانية. اول مرحلة كوبايتين من الحليب، معلقتين من الكبار من النشا، وكمان معلقة كبيرة من الكاسترد، ومعلقة كبيرة من بشر الليمون، معلقة كبيرة من الزبدة، ورشة من الفانيليا. تمام، مقادير سهلة جدا وبسيطة، يعني مش حطلك ولا كريمة ولا قشطة ولا حتى كريم شانتي في الخلطة، بتطلع حكاية. ميكس النشا مع الكاسترد بيبقى حلو قوي، بيدي لون كده بسيط. طيب هعمل خلطة للوش زي صوص كده ليمون بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وطعمه بيبقى حكاية ومزز كده وميكس حلو، يعني وصفة هتعجبكم قوي. ربع كوباية عصير ليمون، معلقة كبيرة من بشر الليمون، نص كوباية من المية، لون طعام أصفر عشان أعزز بيه الطعم، اللون بتاع الطبقة اللي فوق مش أساسي، يعني مش لازم تحطوه، بس هو بيدي لون حلو في الآخر. معايا كمان معلقة كبيرة من النشا. تمام كده، مقاديرها سهلة، بس مش أسهل من كده. هزين بشوية شرايح ليمون وورق نعناع وشوية كريم شانتيه، إن وجد مفيش يبقى خلاص ما تستخدموش. طيب تعالوا نشوف هنعمل إيه. أول حاجة معايا على البارد الحليب، النشا، استنوا كده عشان ايه، بس كده، وكمان بودرة الكاسترد، ممكن على فكرة استغنى عنها مش لازم تحطوها، بس انا بتدي طعم حلو، بتدي لون اصفر خفيف قوي. هقلب على البارد واحط كمان شوية من بشر الليمون، فما تيجوا تاكلوها بقى تحسوا ايه بطعم حلو. اه احنا هنحتاج سكر، لو ممكن حبايبي كده دخلوا لي ربع كوبايه من السكر، احنا نسينا السكر حسين اكتبه اصلا. اه تعالوا نطلعه على النار والسكر نحطه اول ما نرجع، يلا بينا. اهو عندي فاضل حاجتين، عندي الزبده وعندي الفانيليا، وممكن كمان ازود بشر الليمون بعد ما يستوي على النار، وما ياخدش وقت يعني بيستوي على طول، يعني 5 دقايق بالكتير وبتلاقوه تقل وزي الفل اهو. نقلب كده، النار خليها هاديه شويه، ما تخليهاش عاليه عشان ما يتحرقش معايا. المدار ده ياخد قد ايه سكر؟ يعني بياخد مثلا نص كوبايه سكر، ربع كوبايه سكر، على حسب السكر بتاعكم. ممكن تحطوا مثلا لكل كوبايه حليب معلقه كبيره من السكر، ده سكره كده هيبقى مظبوط. لو انتوا حاسين ان انتوا السكر بتاعكم زياده شويه، يبقى ممكن نخلي لكل كوبايه معلقه ونص لمعلقتين من السكر، ما تزودوش السكر قوي عشان ما يبقاش الموضوع يعني حلو بزياده، فتحسوا انكم بتاكلوا معلقه وتجزعوا، لا مش عايزه ده. خلاص انا كده تمام جدا، شايفين كريمي ازاي، نرفعه من على النار. لو حسيتوا انه تقيل قوي ممكن ازود شويه ميه صغيرين خالص لا يسكر. حط بقى الزبده، سيبها كده تسيح من الحراره من السخونه، والفانيليا، وهزود شويه بسيطه قوي من الميه، حبه صغيرين. تفرق في ايه؟ بتفرق في معلقه النشا والكاسترد تعايروا مليانين شويه. نقلب كويس لحد ما احس ان القوام بتاعه مظبوط. ممكن تزودوا حليب على فكره لو انتوا حابين. حبه كمان بس كده، انا مش هزود تاني. بصوا بقى شويه الميه ظبطوا القوام ازاي، شكله بقى ناعم اكتر، تحفه 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 تحفه، بس كده زي الفل. تعالوا بقى نصبه في الكاسات، الكميه دي اعتقد هتاخد 2 كاس، مش تاخد اكتر من كده، هنشوف هنصب ونشوف. انا هسيب مساحه عشان لسه عندي كريم شانتيه وعندي طبقه اللي فوق، بس بصوا بقى النعومه، هسيبه كده ونعمل الطبقه الخارجيه اللي فوق. تعالوا نشوف هنعملها ازاي، ده هنسيبه يبرد، ما ينفعش احط الطبقه الخارجيه لما ده يبرد تماما، يعمل قشره كده عندي واروح مكمله باقي الخطوات. عندي الميه، عصير الليمون والنشا، وكمان بشر الليمون، ولون طعام، شوف ايه دنيته في اللون، يعني بيلون قوي ولا محتاج كمية زيادة. نقلب
النشا مسكت تحت على طول، ما بتستناش النشا دي. وسكر، مش عارفه ناسيين السكر ليه النهارده، احنا انا ناسيه السكر النهارده. بس كده قلبته على البارد، هرفعه على النار لحد ما يبتدي يتقل معايا، واروح بعد كده حطاه على البودنج ده، ويبقى خلاص كده عندي جاهز. يلا بقى نرفعه على النار. لحد ما احس ان النشا ربطت معايا. لو تقيل هنعمل ايه؟ ممكن برضو تكون المعلقه دي متعايره كبيره شويه، مش معلقه ممسوحه، المفروض المقدار معالق ممسوحه. فلما تيجي تعايري انت مثلا حتى معلقه اكل ما تخليهاش هرميه. خليتيها هرميه او عينك خانتك، هتزودي ميه زي ما انا عملت، او كريمه او حليب اللي متاح قدامك، بس يكون بارد ما يكونش سخن ابدا. طبعا بنسيبه يبرد خالص وبندخله بعد كده التلاجه. ما بياخدش وقت، يعني ممكن ساعة ساعتين في التلاجة، لان هو بالفعل بيدخل بيبقى برد، ونطلعه بقى ناكله بألف هنا، شريحة نعناع او ورقة نعناع وشريحة ليمون وكريم شانتيه، وبس احلى حاجة في الدنيا. خطيرة، طعمها حلو، حلاوة مش طبيعية. طيب هاخد بقى هنا خلاص الطبقة دي عندي، لما اجي احط ايدي، بصوا يعني تعالوا كده قربوا، لما اجي احط ايدي والاقيها ما بتطلعش اي حاجة من الخليط، عملت قشرة كده، يبقى انا ممكن ساعتها احط الخلطة دي فوقيها بالشكل الحلو ده. شايفين لمعتها؟ واروح حاطه هنا برضو، واسيبها بقى ايه، هي هتفرد ما تقلقوش لانها سخنه. هنعمل ايه؟ هنحط الكريم شانتيه على الوش. قلت لكم ده اختياري، اختياري مش اساسي ابدا في الوصف. طيب هاخد كده ايه، كريمه مخفوقه عادي جدا، سواء بقى ويبنج كريم سايله او كريم شانتيه بودره، على حسب اللي انتوا حابينه. احط كده واحده هنا، واحدة هنا، واروح حاطه ايه، ليمونة اهي.